اجتماع حكومي لمناقشة منحة المليار جنيه المخصصة للسلع التموينية استعدادا لشهر رمضان المبارك. مديريات الأمن بالمحافظات تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة. وزير الآثار يشهد من أسوان احتفالية اليوم العالمي للمتاحف. جولة أخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع وزيري المالية والتموين والتجارة الداخلية، وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء الموقف النهائي المتعلق بمراجعة كافة المواقع التي يتم استخدامها كمنافذ ومعارض لتوزيع السلع، والتي يبلغ عددها 122 موقعا على مستوى الجمهورية. الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة عدد من الملفات، من بينها منحة المليار جنيه التي أعلنت الحكومة تخصيصها للسلع التموينية استعدادا للشهر رمضان المبارك. هذا ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء معرض أهلا رمضان الاثنين المقبل بالقاهرة. وفي تصريح له عقب الاجتماع قال وزير التموين علي المصلحي إن تنظيم خارطة منافذ أهلا رمضان شمل كافة المحافظات، مضيفا أنه في حالة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين فسيتم مد فترة المعرض حتى الأيام الأولى من شهر رمضان، وذلك لسد احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية. جميعا عارفين أن احنا في إطار هذا الشهر سوف يتم تنظيم كافة منافذ توزيع ومعارض سوبر ماركت وأهلا رمضان في كافة المحافظات. وكان النهاردة اجتماع للمراجعة النهائية لكافة المواقع، وتم الاتفاق على 122 موقع منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، من حلايب وشلاتين إلى شمالا رفح إلى بير العبد و أهلنا في شمال ووسط وجنوب سيناء، وكذلك في مرسى مطروح. كما أكد وزير التموين توافر جميع السلع بأرصدة كافية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك بجميع المنافذ وفي كافة أنحاء الجمهورية. ولكن كل اللي أقدر أؤكده أن سعر البيع في هذه في المعرض وفي المنافذ المختلفة هو سعر الجملة. بطلب من المواطنين ان حتى احنا هنبتدي المعرض من 22 في القاهرة الى 26، اذا كان هناك اقبال سوف يتم مد المعرض في كافة المحافظات، هيبدأ من يوم 18 الى يوم 26. بطمن الناس ان في كل محافظة تم تحديد اماكن تخزين سواء مخازن جافة او ثلاجات حتى يكون هناك استعداد دائم. محدش يفتكر ان اول يوم لو ما خدش مش هيلاقي، اول يوم هيبقى زي تاني يوم زي تالت يوم زي رابع زي عاشر يوم. وفي السياق ذاته قال محافظ الجيزة محمد كمال الدالي خلال تفقده معارض أهلا رمضان بالمحافظة، قال إنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإنشاء 13 معرضا لتوفير السلع للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، مؤكدا أن التخفيضات بالمعارض تتراوح بين 10 و25%. الفترة اللي فاتت تنسقنا مع الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة مع الغرفة، بتكاليف من الغرفة التجارية أنشأنا 17 معرض، الغرفة تحملت 13، مجتمع المدني أحد رجال الأعمال واحد، مدينة زايد واحد، جهاز مدينة 6 أكتوبر 2، فأنا بنتكلم على 17. النهاردة بنتفقد 4 معارض منهم، إن شاء الله خلال اليومين الجايين نكون خلصنا كافة المعارض. بنتفقدهم على 3 مراحل لبعد المسافات عندنا، ربنا يكرم إن شاء الله. عندنا معروضات من كافة الشركات والمصانع بيشاركوا في المعرض السلع الغذائية، وعاملين تخفيضات متفاوتة من 10% لحتى 25% تقريبا. نتمنى أن المواطن في الجيزة
يلاقي الاسعار المناسبه اللي هو بيها يشتري كافه احتياجاته من تلك المعارض. افتتح محافظ بورسعيد عادل الغضبان معرض اهلا رمضان المقام بحي المناخ لبيع السلع الاساسيه ومستلزمات رمضان للمواطنين باسعار مخفضه. وخلال الافتتاح اعلن الغضبان عن تخفيضات تصل الى 30% على جميع السلع داخل المعرض بمناسبه الافتتاح، مؤكدا على التوسع في اقامه تلك المعارض التي تشهد تخفيضات كبيره في الاسعار لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة جشع التجار. كما شدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تلاعب أو تفاوت في الأسعار داخل المعرض. قال محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر إن أولوية الحكومة القصوى هي العمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء. وخلال افتتاحه معرض أهلا رمضان بحي الثالث الإسماعيلية أكد طاهر أن المحافظة ما زالت تستكمل خطة التوسع في فتح المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة. يذكر أن المعرض يقام بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية ووزارة التموين ومشاركة ما يزيد عن 21 شركة. في سياق متصل افتتح محافظ كفر الشيخ السيد نصر معرض أهلا رمضان بمدينة دسوق بمشاركة أكثر من 15 شركة لمحاربة الغلاء. وخلال الافتتاح أشار نصر إلى أن هناك خصومات تصل إلى 25%. كما افتتح المحافظ معرض المستفيدين من برنامج مشروعك بمركز ومدينة دسوق. استقبل رئيس الأيرلندي مايكل هيغانز البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بقصر الرئاسة. وناقش البابا مع رئيس الأيرلندية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا ويواصل البابا توادروس الثاني زيارته الرعوية للمملكة المتحدة التي تستغرق أسبوعين والتي بدأها يوم الجمعة قبل الماضية. كشف المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي أحمد أيوب عن أن الطلبات التي قدمت لتقنين الأراضي المتعدى عليها بلغت مساحتها 2,000,000 فدان. يأتي هذا فيما قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة إبراهيم محلب تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تقنين الأوضاع للجادين من وضع اليد واسترداد الأراضي غير المستغلة وتلقي كافة الشكاوى من المواطنين. أكد مساعد مدير أمن القاهرة اللواء نائل ثروت أن جميع مديريات الأمن بالمحافظات بدأت في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه على مستوى القاهرة تمت إزالة تعديات على 280 فدان في منطقة التبين وحوالي 36 ألف متر في حلوان، بالإضافة إلى المعادي والبساتين والمقطم. على مستوى مديرية أمن القاهرة بالكامل المديرية كلها شغالة في الإزالة على أملاك الدولة. النهاردة عندنا في قطاع الجنوب إزالات بتتم في منطقة التبين، داخلين النهاردة في حوالي 280 فدان منطقة التبين والحديد والصلب. عندنا إزالات شغالة في حلوان حوالي 36 ألف متر في منطقة اسمها المثلث. في مناطق أخرى في المعادي عندنا شغال البساتين المقطم والخليفة. هذا وواصلت مديريات الأمن جهودها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل. وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة أسفرت عن استعادة أكثر من 1,100 فدان بالوادي الجديد و1,000 فدان بالإسماعيلية وخمسة أفدن بالسويس و800 فدان في بني سويف. كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في البحيرة والشرقية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نهر النيل وتعامل مع المخالفين. واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاسمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء، حيث أسفرت أعمال المداهمات عن القبض على اثنين من المشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية. كما تم ضبط رشاش متوسط وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وثلاث دراجات نارية
خاصة بالعناصر التكفيرية، كما دمرت القوات 14 مزرعة لنبات البانجو المخدر بمساحة 7 أفدنة وحرق 5 أطنان أخرى كانت معدة للتوزيع. شهد وزير الآثار خالد العناني احتفالية وزارة الآثار باليوم العالمي للمتاحف، وذلك بمتحف النوبة بمدينة أسوان. وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وعروضا تابعة لفرع ثقافة أسوان، احتفالا بذكرى مرور 40 عاما على أول اجتماع لمنظمة المتاحف العالمية في 18 مايو في عام 1977. أعطى الدكتور خالد العناني وزير الآثار إشارة البدء لرجال آثار الأقصر لتقديم الدراسات إلى اللجنة الدائمة للحصول على موافقات البدء في ترميم تمثال جديد للملك رمسيس الثاني بالجهة الشرقية في واجهة معبد الأقصر، مشيرا إلى توفير كافة المتطلبات الخاصة بترميم التمثال من مواد وخامات وأدوات وأموال. من جهته قال الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر إنه سيتم البدء في التمثال بوصول موافقة لجنة الوزارة حتى يتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2017. عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة عن جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي بحضور نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية ونائب رئيس اتحاد الصناعات. قرار السيد رئيس مجلس الوزراء وقرار السيد رئيس الجمهورية قبله بهدف الخروج بحلول وبتوصيات من الممكن تطبيقها، عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان الإصلاح المؤسسي في مصر السهل الممتنع، وذلك لمتابعة الجلسات التي نظمها المركز في الشهر الماضي. ندوة النهاردة جاي في إطار متابعة الجهد اللي عمله المركز علشان خاطر يتناول موضوع الإصلاح المؤسسي، لأنه أساسي في المنظومة الاقتصادية واللي من غيره مش هنقدر نعمل إصلاح حقيقي. اللي عمله دكتور صالح إن هو عرض الجهود بتاعت الدولة في هذا الإطار، عرض محاور الاستراتيجية بتاعت الإصلاح الإداري اللي الدولة متبنياها بالتفصيل الكبير، وعرض كمان علينا الجهد اللي عاملينه في قواعد البيانات. الجلسة تناولت العديد من الموضوعات التي تحمل أهمية الإصلاح السياسي في التنمية، كما تطرقت أيضا لأهمية إزالة التعقيدات الإدارية بين المؤسسات المختلفة المرتبطة بالصناعة والاستثمار من خلال تشريعات جديدة. عندنا مشاكل تتعلق بالتعقيدات في الهيكل التنظيمي للدولة، عندنا مشكلات تتعلق بضخامة عدد العاملين والتكلفة المتزايدة للعمالة المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، وكمان مشكلة إنتاجية. يعني مش فقط المشكلة في عدد العاملين ولا المشكلة في 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 ضخامة هذا العدد ولا التكلفة بتاعته، ولكن المشكلة الأكبر في الإنتاجية، في الإنتاجية بتاعت الموظفين. نحن نعمل في كثير من الاتجاهات وفي كثير من الأمور على تسهيل حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. في المواطن عليه دور في عملية الإصلاح، فإحنا شركاء في هذا الوطن. تعمل الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية على الإصلاح المؤسسي في مصر، وذلك إيمانا بأنه يمثل أهمية كبرى مما ينعكس بشكل جيد على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. أحمد سامح، أونلايف. كفاءات النهاردة اللي هتجتاز بالكاش عليها. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومثلما نعود. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. إلى سياق نشر مرة ثانية، قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن هناك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن لمحو الأمية. وأشار شوقي خلال اجتماع المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي لتعليم الكبار التابع لليونسكو إلى أنه يجب أن يتم توليد الدافع لمحو الأمية لدى المواطن. الناس اللي عندها أمية مش عاوز تيجي، عشان بس تبقى عارف، يعني الدولة مش هي اللي عندها مشكلة وحيدة، الناس كمان مش متحمسة خالص انها تمحي الأمية، فبالتالي لازم يبقى في حوار مع الناس يعرفوا ايه الفايدة من كده. ده نسبة الإناث مقلقة جدا، اللي هي 2/3 الأميين من الإناث، فبرضو في ظواهر تستحق الدراسة، ثقافة محتاجين نناقشها، نتكلم فيها، نشوف ليه الناس بتقعد البنات في البيت، ليه ما بيتعلموش. مش المشكلة كلها الناحية بتاعت جهاز محو الأمية، لا كمان عند الناس.
قام وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بجولة تفقدية لمحافظتي البحيرة والدقالية لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الخاصة بوزارة الري. وتضمنت الجولة تفقد أعمال تطوير ري بالمشروع الإرشادية لاستغلال الطاقة الشمسية لري زمام مساحته 320 فدان، كما تم افتتاح كوبري على ترعة المحمودية بهدف إنشاء محور مروري جديد لزيادة الانسيابية المرورية داخل مدينة كفر الدوار وربط الطريق الزراعي بشرق المدينة، بالإضافة إلى تفقد خط إنتاج مواسير صرف متوقف منذ أكثر من عامين بأجا، والذي تم نقله إلى زفتة للاستفادة منه وتشغيله بالتوازي مع الخط الموجود في المصنع. بهدف دعم الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبريطانيا، عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال جمعيتها العمومية لإجراء الانتخابات الداخلية وعرض ميزانيتها بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن وعدد من أصحاب الشركات والعاملين بمجال الأعمال. بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والعاملين بمجال الأعمال وبمشاركة السفير البريطاني في القاهرة، عقدت الجمعية المصرية البريطانية جمعيتها العمومية لإجراء الانتخابات الداخلية وعرض الميزانية ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا. جمعية رجال الأعمال مصريين بريطانيين، والهدف الأساسي هو تنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وبريطانيا، وتوثيق العلاقات الاقتصادية وتوطيدها، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. ومعروف طبعا أن إنجلترا بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر خلال 10 أو 15 سنة اللي فاتوا. الحكومة اتخذت إجراءات مهمة وأسست الاستقرار في الاقتصاد، ودلوقتي أنا لوان أن القطاع الخاص يلعب دوره وأن يقود الاقتصاد المصري إلى الأمام. يعني ولازم الشركات تشارك في تشكيل رؤية سليمة للاقتصاد وتخلق فرص العمل اللازمة، والدور الحكومة ودور الحكومات زي بريطانيا وزي مصر هي أن تسيب عجلة القطاع الخاص تنطلق يعني سوق منافس ومفتوح، يعني شفافية في قرارات، يعني سهولة الحصول على العملة الثابتة، يعني تسديد القروض للشركات، وفي مقابل لازم الشركات والقطاع الخاص يتحمل المسؤولية للنمو لخلق فرص العمل. تأتي هذه الجمعية العمومية في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تغيرات في كل من مصر وبريطانيا، وذلك بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمعالجة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. مينا مكرم، أون لايف. قتل شخص وأصيب 23 آخرون في حادث دغس بسيارة بميدان تايمز سكوير وسط نيويورك. وقال عمدة نيويورك إن سائق السيارة مواطن أمريكي من سكان حي برونكس وجندي سابق في البحرية الأمريكية ويبلغ من العمر 26 عاما. من جهتها أكدت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على المشتبه به نافية أن يكون الحادث عملا إرهابيا. أكد سامح شكري وزير الخارجية تطلعه للعمل مع نظيره الفرنسي الجديد جان إيف لودريان بما يسهم في دفع العلاقات المصرية الفرنسية. وأضاف شكري خلال اتصال هاتفي أن العلاقات بين البلدين تتمتع بعلاقات متفردة، مشيرا إلى أهمية التنسيق على كافة المستويات الثنائية والإقليمية. من جانبه أعرب لودريان عن تطلعه للتنسيق مع مصر في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا أن القيادة المصرية تحظى بتقدير كبير لدى صانع القرار في فرنسا لمواقفها المتوازنة التي تجعل منها نقطة ارتكاز للأمن والاستقرار الإقليمي. تأكيدا على العلاقات الوثيقة بين مصر وليبيا، شارك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة. وأكد حجازي حرص مصر على دعم المصالح الليبية ودعم المساعي الرامية للحفاظ على وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية. من جانبه ثمن المشير خليفة حفتر الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي.
تأكيدا على العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، شارك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة. وقد أجريت للفريق محمود حجازي مراسم استقبال رسمية بمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعقبها لقاء مع المشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حضره عدد من كبار القادة من الجانبين، حيث قدم رئيس الأركان التهنئة للجيش الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة لمعركة الكرامة. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها ليبيا والمنطقة، كذلك تنسيق الجهود والتعاون العسكري المشترك لإحكام السيطرة الأمنية وتأمين الحدود، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين. وأكد الفريق حجازي على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الأشقاء الليبيين، وكذا دعم المساعي الرامية على الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية. من جانبه، ثمن المشير خليفة حفتر الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات. وفي ختام الزيارة، قام الفريق محمود حجازي برفقة القائد العام للجيش الليبي ورئيس الأركان بمقابلة عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الذين رحبوا بزيارة سيادته، وأكدوا على أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية. تحيا مصر يا شباب، تحيا مصر، تحيا مصر شعبا وجيشا ورئيسا والقوات المسلحة المصرية. يعيش الرئيس السيسي، تحيا القوات المسلحة المصرية، يحيا الشعب العربي، يحيا مصر العروبة. تأتي الزيارة استمرارا لجهود مصر الداعمة للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، واستكمالا للدور المصري في إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية تقوم على توافق ليبي ليبي حتى تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن. إذن مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون معكم في خدمة إخبارية جديدة على رأس الساعة، انتظرونا.